آية رسلي 20 سنة زوج حي شعبي عادي. دابا عندي السنة الثانية في تمريض، مريضة متعددة التخصصات. وبالنسبة لعائلتي عندي غير خويا كبير. أنا كنت تحرقت فاش يلاه تزاديت فاش تحرقت، كانت عندي شهر وثلاث أيام. من بعد بقيت كندير عمليات، كنت درت أكثر من 39 عملية لدابا. فاش كيشوفوك الناس كاين اللي كيشوفك مزيان، ماشي ديما كطيح في ديكا، كاين اللي كيشوفك مزيان، كاين اللي كينقص، كاين اللي فهمتي، كاين اللي كيخاف. كل واحد كيفاش كل واحد كيفاش كيشوفك هو. مي كاينين الناس كيشوفوك عادي. فاش دخلت لهاد العالم ديال تيك توك وقعت لي، فاش كنخرج الناس كيجيش دغيا تصور معاك. واه وقعت بعض الناس كتهرب منك. واه بصح كاين شي ناس ما كيقدروش يشوفوا فيك. ما بالنسبه كان وجهي باقي ما نقاتش، كان الحروق باقي الاثار ديالهم. كان زعما فاش كان كيشوفوني الناس انا عندي 5 سنين ولا 4 سنين، ديك الساعه باقي ما كاينش شي تغيير 100% ولا 90% نقولوا، خاطر دابا باقي ما وصلش 100%. مي كان زعما باقي تشوهات في الوجه، يعني الناس كتشوفك كتهرب منك، خصوصا الدراري الصغار. عادي كنت كنحس عادي، حيت دابا انا فاش تحرقت عندي شهر داكشي كدر معايا. داك المرات كي درت هادشي كي درت تقعد على المرات. انا فاش دابا فاش زعما كندير لي ستاج دابا والناس كتجي عندي، انا عمرني حسيت شي حاجه باش ما نكذبش عليك. بالعكس انا كنحس براسي فخوره في ديك اللحظه، حيت وصلت لداكشي اللي بغيت. يعني من صغري وانا كيعجبني نكون ندير شي حاجه في الصحه ونعاون الناس. فهاديك في داك الوقت ني ديك اللحظه انا كنداوي شي حد ولا كنعاون شي حد كنفرح، كيعجبني الحال. عادي بالعكس كتداويهم كتساعديهم معيار القدر الله يرضي عليك كدير شي شكرا. حيت انني تحرقت وكدرت داك الشيء كان كيعجبني انا. يعني ملي تعرضت للحروق الصغر ديالي وانا عندي شهر كدرت في زعني لي زوطيط وداكشي كان كيعجبني، انني بغيت نعاون الناس، بغيت فهمتي، وما بغيتش الناس يحسوا بديك الاحساس اللي دزت منه انا. ولا صراحه كانت غير الدخول على تيك توك كان غير مجرد زعما ما كانش انسيستي انني ندخل على هذا، ما كانش زعما على ذلك انني غادي نطلع هكا غادي. ما كانش زعما الدخول ديال دخولي لعالم تيك توك ما كان زعما عندي النيه انني غنجح فيه ولا غادي نطلع مع ناس فهمتي، غادي نبقى نطلع مع ناس، غادي نعرف ناس، غنصاحب ناس. ما كانش عندي زعما غادي تنجح النيه، كان زعما غير ما كانش عندي زعما فكره انني غادي نطلع مع ناس. الكونت غادي وكيطلع، يعني راه ملي بديت لدادا غادي كيطلع تبارك الله، غنطلع مع ناس، غنعرف ناس. ما كانتش عندي دخل زعما هكا كور ديسر. لا لا عادي نيم كانوا دي كومونتير في البدايه فاش حطيت زعما بديت كنحط دي فيديو كيكونوا دي كومونتير كيلقى فيا الحال بعد المرات. مي دابا لا، دابا كنشوف شي كومونتير كندخل لايكي وصافي. كاينين اللي كيطلع يقول لك هاردة من نسيت على المهم، كاينين دي كومونتير زعما نيجاتيف في الاول. دابا لا دابا عادي ما بقاش زعما كيهم. لا دابا زعما كنقولك في البدايه كان شويه ديال فاش كنشوف فاش كتشوف لي كومونتير زوينين وانت كيعجبك الحال تتصرح.
ما نقدرش نقول لك تقريضني زعما انا شي كنا ما كاينش ندخل حيت ندخل شهري كاين نقول لك علاش لا كنتي كندخل غير شي ندخل شهري انا كتكوني تخلصي على لي لاي على لي ليزي ليزي ماشي تنغريض خاص يكون عندك كونت زي تي ان كونت زي تي ان بالنسبه للتيك توك ما كاينش ندخل شهري ما كاينش حيت كاين ناس كتقول لك ما كاينش زعما كتدخل شي فلوس عادي ماشي شي ندخل اللي كاين بالنسبه للدخل ندخل شهري خاص زعما تخلص على ليزي ليزي ما كنتخلصش علينا حنا في المغرب دونك هذا هو الفرق زعما الانتقادات اللي كيجيوني زعما طاغدي لايف ولا عادي الانتقادات كان الا جاني شي انتقاد انا عادي ما بقيتش كنتسوق دابا ما بقيتش كنتسوق بعض المرات الا بنادم قجر عليك تي فهمتي كثر تجاوب ولكن دابا عادي قليل فين كتوقع غير زعما كتشوف دوزتي الصعوبات اللي لقيت في الحياه كتشوف انك دوزتي الطفوله ديالك اكثريتها في لي زوطيطو يعني ما كانت زعما شي طفوله اللي كما كيدوزو كباقي الاطفال كذا الطموح ديالي هو ناخذ الدبلوم ديالي ونخرج على برا نتعالج ونكمل زعما نكمل العلاج تما هو العلاج زعما غاده فيه هنا في المغرب مي نخرج نكمل على برا وفي نفس الوقت نخدم في برا ونعاون الناس هي ذا لما عرفتها في تيك توك اول مره نطلع معاها لايف طلعت معاها زعما دري زعما الاخلاق الاحترام زعما صراحه المعامله ديالها اكثر من يعني حنينه بزاف هي حنينه بزاف لواحد الدرجه وعزيزه عليا زعما هما كاع اللي كنطلع معاهم في تيك توك كلهم كنحترمهم كلهم على راسي ولكن هي ذا عزيزه عليا بزاف ما عرفتش كيفاش نشرح لك ولكن شوف كتبقى كاين واحد المعامله كتميز كي دار لك دلي المعامله ديالها معاك ميز على باقي الناس على صراحه كانت غير الدخول على تيك توك كان غير مجرد زعما ما كانش انسيستي انني ندخل على هذا ما كانش زعما على ذلك انني غادي نطلع هكا غادي ما كانش زعما الدخول ديال دخولي لعالم تيك توك ما كان زعما عندي النيه انني غنجح فيه ولا غادي نطلع مع ناس فهمتي غادي نبقى نطلع مع ناس غادي نعرف ناس غنصاحب ناس ما كانش عندي زعما غادي تنجح نيه كان زعما غير ما كانش عندي زعما فكره انني غادي نطلع مع ناس الكونت غادي وكيطلع يعني راه ملي ديت لدادا غادي كيطلع تبارك الله غنطلع مع ناس غنعرف ناس ما كانتش عندي دخل زعما هكا كور ديسر لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد